لو الحكاية فيها إن فيتو تربط مصر القديمة كلها. مصر القديمة كلها تربطها عبارة عن لاند ماركس. اللاند ماركس ديت عبارة عن شوية جوامع بنربط بين كذا شارع، منهم شارع سوق السلاح اللي هو فيه مسقط حاجة، ومحاولة لتحويل شارع سوق السلاح إلى حد ما يبقى شبه شارع المعز حد ما بس. فالمحاولة من احنا لو في صورة تلاقوها ان شاء الله في المعرض او البوستر، الفيجن واماكن لاند ماركس في كل حتة، بس ان احنا هنبدأ نفصل شارع سوق السلاح يكون بيوفر المشاة وبيخدم